إذن عاد الكلام على عودة الحراك بقوة هذه الأيام، هل هذا هو الطريق السليم والأصح للتغيير الذي طالما انتظرناه؟ نعتقد ذلك يقينا وبدون أدنى شك، وهو أنه أفضل طرق للتغيير لتغيير الدكتاتوريات أو الطغيان هو الطريق اللاعنفي، طريق سلمي، مرات يسمى بالسلمي، أو هو تدقيقا لاعنفي، أي أنك تواجه وتقاوم وتتصدى إلى غاية يرحلون دون أن تستخدم السلاح، دون أن تستخدم حتى الحجارة، دون أن تستخدم العنف، كل أنواع العنف، تبقى في إطار لا عنفي، في إطار سلمي، ولكنك تبقى ثابت. مرات الناس أو خاصة لما يدخل الذباب على هذه يصورها على أساس، أو المداخلة، الذباب أو المداخلة يصورها على أساس أنه خضوع وركون ولازم تخضع للحاكم هذا، لأن الحاكم كما بعضهم كانوا يقولوا ذل الله في الأرض، وإذا ما خضعش للحاكم وما تبعتوش حتى وإن فعل ما فعل فأنت مخطئ وأنت ستذهب إلى الجحيم وأن الله غير راضي عليك إلى آخره. لكن في الحقيقة لا، التغيير لا عنفي هو جوهر من جواهر التجارب البشرية، وهو واحد من أكثر التجارب اللي مارسها الأنبياء. كل أنبياء الله مارسوا أو واجهوا أو جاهدوا بطرق لا عنفية، إلا في حالات استثنائية عندما كان النبي يكون أو الرسول يكون رئيس دولة أو ملك، مثل سيدنا سليمان على سبيل المثال، أو سيدنا داود على سبيل المثال. إذن هذا هو الطريق اللي نعتقده. نحن ضد التدخل الخارجي، لأن هناك مثلا أحيانا قد يحدث تغيير بالتدخل الخارجي، نحن ضده في المطلق. تدخل خارجي دائما هو ضد أهل البلاد، حتى وإن أعطى لهم وعود براقة أو أراد أن يخدعهم بأنه يساعدهم، الشيطان لا يساعد، ونحن نعتبر التدخل الخارجي مثل الشيطان. نحن ضد التغيير بالعنف بالسلاح، لأن هناك من جربوه وشفنا النتيجة أين ذهبت، وأيضا تم التجارب في بعض التجارب، منها مثل التجربة السورية، وشفنا الآن الأوضاع أيضا أين هي. إذن يبقى التغيير الرئيسي أو الجوهري هو التغيير العنفي اللي الشعب الجزائري منذ 22 فبراير تبناه، وتبناه بقوة وثابت عليه رغم كل الظروف والأوضاع.